حديثنا كما تفضل أخونا الكريم فضيلة الشيخ خالد يتناول فقه المفارقة، وقد ذكر أمرًا آخر بعد فقه المفارقة، مش فاكر هو إيه، لكن ما يتعلق بالجماعات والجماعات القضائية. إذا الكلام سوف يتناول قضية الوحدة والائتلاف وفقه المفارقة والاجتماع والاتفاق. وفي الحقيقة نحن في هذه الأيام منشغلون بكتابة دستور البلادية، هذا الدستور الذي درج من مرائه أن تجتمع الأمة على أمر سواء وأن تلتئم بفئاتها وطوائفها المختلفة على أمر رشد يعمل فيه بكتاب الله ويستهدى فيه بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في رغبة الدعوة إلى إقامة الشريعة وتطبيق أحكامها واحتكام الناس إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، نقول إن قسما كبيرا من الشريعة التي ينادي الناس إلى تطبيقها ونهي الناس إلى الأخذ بأطرافها، قسم كبير من هذه الشريعة نحن لا نحكمه في أنفسنا، لا نحكمه في طوائفنا، لا نحكمه في أعمالنا وتوجهاتنا. حين نأمر الناس بأن يعتصموا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ينبغي أن يرى الناس فينا كل منهجاً معتدلاً، وناهنا يرى فينا ليس للمعظم نفساً، يعني مش علي، مش تبع علي أقول أنا ونحن، لا، نا هذه تعود على أهل السنة والجماعة في بلادنا، تعود إلى هذه الطوائف والجماعات التي حدث عنها أخونا الكريم. فإن هذه الطوائف وتلك الجماعات بينها وبين إقامة الشريعة من خلال إقامة هذا الواجب وهو واجب الوحدة والائتلاف، هنا باب واسع وشاسع بين الأقوال والأفعال. ولهذا رأينا أن هذا القسم من الآداب النبوية والأخلاق المصطفوية يغيب عن واقع هذه الفئات إلا من رحم الله تبارك وتعالى. لا شك أنه مطلب كبير أن نقام فينا الشريعة، ومقصد عظيم أن نحكم فينا الكتاب والسنة، لكنه قبل أن نحكم فينا علينا أن نحكم بنحن في أنفسنا وفيما بنينا. قد ولانا الله عز وجل أمر أهلينا وأبنائنا، كما ولانا الله عز وجل أمر بعض إخواننا وأحبابنا ممن يقبلون كلمتنا ويأخذون عنا. فهؤلاء الذين يأولون إلينا ويجتمعون علينا أمرهن دعوة حقيقية صادقة للوفاق والاتفاق. هذا سؤال يطرح نفسه من الناحية العملية، وأما من الناحية المعنوية فأنت خبير بأن كل أحد دعا إلى الوحدة الإسلامية، وكل أحد دعا إلى الاجتماع والألفة، ودعا إلى الوحدة والتعاون، لكن النظريات في جانب والعمليات في جانب آخر. وكأن الحديث عن الوحدة عند بعضهم يؤكد ويؤسس للحزبية، فهو يستعمل قضية الوحدة في شد أواصر اجتماع الأفراد، يستعمل هذه النظرية لا ليجتمع مع غيره من أهل السنة ولا ليأتلف مع أحبابه،
ويؤكد ويشدد على الحزبية العصبية وعلى بناء السدود والحدود الفاصلة بين هذه الفئات المتفقة منهجيا المختلفة عمليا، ولا حرج في أن تختلف عمليا، إنما الحرج كل الحرج في أن تتناحر عمليا. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، وينبه أنه من حقه عليه ألا يظلم وألا يسلم وألا يحقر شيئا من أمره. رأيناه صلى الله عليه وسلم يبين المثل بالمؤمن مع أخيه في تعاطفه وتآلفه واجتماعه وتوحده، بأنه إيه؟ بأنه كالجسد الواحد، وبأنه كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هذه المعاني المضيئة من كلام خير الخلق صلى الله عليه وآله وسلم لم تلقى أذنا مصغية عند كثيرين، فانتشر فينا ومن بيننا الكلام، وغاب فينا العمل، وغاب فينا التحقيق والتطبيق لهذه المعاني. نعم، كلما ارتفع صوت المطالب بالاجتماع والتوحد كهذه الدعوة التي نطلقها على أهمية اجتماع صفوف أهل السنة والجماعة وائتلاف مسيرة هذه الفئة المباركة بحيث تجمع بين دفتيها هذه الطوائف الداعية إلى الله، هذه الطوائف العاملة لكتاب الله، هذه الطوائف المنتسبة إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ارتفع صوتنا بهذه الدعوة إلى هذه مسألة نظرية أو هي مسألة عاطفية أو هي مسألة وعظ وتذكير وليس مسألة عمل وإنجاز وفعل وتحقيق. والعجب لا ينقض، لأن الله تعالى هو الذي أمر بذلك، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال واعتصموا بالله ومولاه، ونهى عن الفرقة والاختلاف، ودعا إلى الوحدة والائتلاف في غير ما آية وغير ما حديث. توافق بأن هذا الكلام إنما هو كلام عاطفي، وماذا في أن يكون الكلام عاطفيا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب المثل لنا أو بنا في وحدتنا واجتماعنا وتحاببنا وتعاطفنا بالجسد الواحد. نعم، مذكور في الحديث هذه العاطفة التي تجمع بيننا وتؤلف بين أوصالنا، فلماذا نحقر إذن أمر هذه العاطفة الإيمانية الصادقة الجامعة؟ إننا نعجب، أوليست الموعظة من منهجه صلى الله عليه وآله وسلم؟ أوليس القرآن موعظة الله لنا؟ أوليس القرآن موعظة الله عز وجل لنا؟ أوليست التوراة والإنجيل موعظة أنزلها الله تبارك وتعالى لمن قبلنا؟ وصف الله القرآن بأنه موعظة، ووصف الله تعالى كتبه السابقة على القرآن بأنها موعظة، فما لنا نزور ونعلم عن هذه الموعظة؟ إنما كما قال القائل بحثت عن الأديان في الأرض كلها وجبت بلاد الله غربا ومشرقا، فلم أرك الإسلام أدعى لألفة ولا مثل أهليه أشد تفرقا، فلم أرك كالإسلام أدعى لألفة ولا مثل أهليه أشد تفرقا.
نادى بعضنا بالحوار والضرورة. والحوار هنا المقصود أنه بين الطواف وليس بين أعتبار. دعا كثيرون إلى الحوار ونبهوا إلى أهميته، ودعوا إلى إيجابك على الأرض مع الآخر، وسألت عن الآخر فإذا به مخالف لنا في أصل ديننا، وسألنا عن الآخر فوجدناه مفارقا لنا في أصل طريقنا، ومع هذا قبلنا الحوار لأن الله تعالى شرعه لنا. فقال جل من قائل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن أمرنا بأن نجادل بالتي هي أحسن. وقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فنحن ندعو إلى الله محاورين من خالفنا ومن جانبنا من غير ملتنا، ثم نحن نحاكم أهل البدع على اختلاف طرائقهم ومناهجهم. طرفا نحاور أهل البدع الذين هم أصول الفرق التي خرجت عن السنة وأهلها، وطرفا نحاور أهل البدع الذين يعاصروننا من القوميين أو العلمانيين أو الليبراليين أو سمي ما شئت من هذه الطوائف وهذه الجماعات. لكن أين حوار الصالحين مع الصالحين؟ أين حوار من يسمون بالإسلاميين مع الإسلاميين؟ أين الحوار الذي يكون بين أفراد وطوائف أهل السنة والجماعة؟ لقد عُنينا بالحوار مع الآخر ولم نعتني بالحوار مع الآخر. وبين الآخر والأخ باب شاسع. فالأخ وصاك الله تعالى به فقال: إنما المؤمنون إخوته، وصاك به ودعاك إلى الالتئام معه، وذكرك بفضله ومنته أن جعل الأخوة الرابطة التي تجمعك مع أخيك، وذكر الصحابة ومن يتأذى لهم الخطاب من بعدهم بهذه المنة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، وقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ذكر الله تعالى بأن هذا المجتمع يقوم على ركيزتين: على الإيمان الخالص الصحيح النقي، وعلى التآهي. على التآهي، آية سورة آل عمران نبهت إلى هذه القضية بوضوح تام. هذا التآهي الذي هو معظم منته سبحانه وتعالى، فإذا وقع بين الإخوة وسوف يقع ما يعكر الصفوة أو يغير الصفاء أو يفضي إلى تكدير الأحوال، فإنه يجب أن يقع هذا الاجتماع وهذا الائتلاف وهذا الاتحاد وهذا التعاون. لماذا؟ لأنه قد تربو الفتنة بين الإخوة إلى قتل وقتال. نعم، وقد وقع هذا بين أعظم من تآخى في الله عز وجل، وقع هذا مع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، اختلف الإخوة من الصحابة من المهاجرين والأنصار في غير ما موقف، ففتنة تثور يسكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشكلة تثور يردها الكبار والعقلاء إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، فتزول بحمد الله هذه الإشكالات. هذا شهد الله، والله تعالى نبه على هذا في كتابه وبين أنه قد يقع القتال بين الطائفتين العظيمتين من المؤمنين، وأننا نؤمر بالإصلاح بين هاتين الطائفتين. وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن ابنه الحسن سيد من سادات أهل الجنة
يوفقه الله تعالى لن من الإصلاح بين المتخاصمين والجمع بين الفئتين العظيمتين من المسلمين. هذا المعنى معنى متأكد في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قبلنا الإقرار مع الغرب الكافر والشرك الملحد، وبعد لم نقبل الإقرار مع فئات وطوائف أهل السنة والجماعة ممن يستظلون بنفس مظلتنا ويقفون على نفس أرضيتنا، وهذا لعن الله فساد عليم، هذا لعن الله فساد كبير. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض. هذه الفتنة وهذا الفساد ناشئ بسبب تباعد المتقاربين شرعا، تباعد المتقاربين شرعا أعظم الفتن والمحن التي تقضي على الأديان وتذهب بقوة هذه المجتمعات. ذكر نبينا صلى الله عليه وآله فساد البيت فقال: يا أهلي إنها الحالقة لا تحلق شعرا وإنما تحلق ماذا؟ تحلق الدين. هذا فساد ذات البيت يوهم قوى المسلمين ويشيع بينهم الشائعات. كلما ندب الدعاة أنفسهم لهذا الإصلاح وهذا الفلاح وجدت المعوقات، ومن أسف أن يكون من المعوقات فهم غير سديد لهذه المسألة. بعض الناس يقول إن دعوة الاجتماع والائتلاف وفقه الوفاق والوحدة أمر لا مجال له. لماذا؟ تقول لك إن الله تعالى أعلمنا في القرآن وأعلمنا في السنة أن الاختلاف واقع لا محالة، وأنه لا سبيل إلى رفعه، وأنه لا طريق إلى دفعه. فلا معنى أن تحاول في الأمر القدري. قد قال الله تعالى: لو قدر افتراقا. قد قال الله تعالى: لو قدر اختلافا. فليس لك أن تحاول الأمر القدري، وإنما أنت مأمور بأن تسكن تحت أقدار الله. وهذا يجعلنا نقول إن واجب الألفة والاجتماع وطريق الوحدة والاتفاق والوفاق أمر شرعي إلهي طلبي تعبدنا الله عز وجل به، ولم يتعبدنا سبحانه بإدراك النتائج. قد أمرنا الله عز وجل بالجهاد ولم يأمرنا بالنصر، لأن النصر محض عطيته، محض هبته سبحانه وتعالى لمن شاء عباده. أما الجهاد فواجب على كل قادر عليه بحسب حاله، فإن نصره الله فالحمد لله، وإلا كانت الأخرى فلا يتربص بنا إلا إحدى الحسنين، إما نصر مؤثر أو شهادة يغتفر بها الذنب ويوضع عنك بها الوزر. إذا أنت معروف بأن تسعى للوفاق والاتفاق، أن تجتهد في جمع الكلمة ووحدة الصوت، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فعلك هذا يكثر سواد الفرقة الناجية، فعلك هذا يكثر سواد الطائفة المنصورة. نعم ستبقى فرق هلة، لكن انظر إلى فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لو أنه فهم الفهم السقيم بأنه لا يمكن بحال أن نؤثر في من انحرف أو ضل، لأن الله عز وجل قد حكم بذلك في الأزل، لما تحولت ابن عباس إلى القوارج، ولما رد منهم
فئة أهل السنة والجماعة وخرجوا من معسكر البدعة والضلالة. لماذا؟ لمناظرة علمية حكيمة. إذا قام بواجب بذل جهدا استفرغ وسعا فلا يقال لنا اعلموا أن المسألة قدرية، ولما نقول إن المسألة شرعية إلهية طلبية طلب الله تعالى منك أن تجتمع إلى أحبابك وأن تأتلف مع إخوانك وأن تعتصم بكتاب ربك وسنة نبيك وأن تضيف قوتك إلى قوة أخيك وأن تجتمع طاقتك مع طاقة صاحبك وجارك، هذا الذي به تنصر وهذا الذي به تجبر. فلا تظن أن الفرقة سبب من نزول النصر، وقد تأكد الناس بأسرهم الصالح والطالح البر والفاجر أن اجتماع القوى واختلاف الطاقات والقدر سبب قاصد لحصول الأهداف ونجاح المقاصد، وهذا درس تعلمناه في بلادنا مؤخرا وكان سببا في أن يكون النصر مؤزرا. نعم، اجتماع الناس على هدف واحد مشترك يقاوم الظلم والطغيان والفساد والاستبداد مما يمثل أهدافا عليا للناس بأسرها، هذا الذي بإذن الله كان سببا في نزول نصر الله جل في علاه. وأنت أيها المؤمن الصالح اجتماعك وائتلافك واتحادك هو سبب قاصد إلى حصول التمكين غاية التمكين، وتعثر الوصول إليه وتعذر على كثيرين بسبب مخالفة أمر رب العالمين. المخالفة شرط على أهلها تمنع وصول نصر الله، تضعف الكيان الذي ينبغي أن يقيم دين الله. حين نراجع عن أصل ديننا، حين نراجع عن أصل إسلامنا، يجب أن تجتمع في المعركة وأن تدخل إلى الساحة كل السواعد التي تقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن المعركة عن أصل ديننا. حين تكون المعركة بين الإسلام والعلمانية، فكل من نظر للتوحيد، كل من صلى إلى القبلة له دور في دعم العلمانية، له دور ووظيفة في دحر هذه الفرق البدعية. فإذا كان الكلام عن إقامة السنة وقمع البدعة، فكل من انتسب إلى السنة بمعناها الأخص فإن له دور في قمع البدعة المخالفة للسنة. وهكذا القاعدة تقول يدفع الأشد ضرراً وهو الكافر والكفر بالأقل، ولو كان الأقل يمثل البدعة والابتداع. فإذا كانت المعركة بين السنة والبدعة فالانحياز والاجتماع إلى أهل السنة في مواجهة أهل البدعة. وهكذا كلما قامت معركة كان الانحياز إلى الأقرب إلى الحق هو الحق، الانحياز إلى الأقرب إلى الحق هو الحق. ولا تقل إن هذا منهج يلفت، فإن الله عز وجل ذكر ما يقع بين الروم والفرس وسمى انتصار الروم نصرا يفرح به المؤمنون وعده نصرا من عند الله. قال يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله منصور من يشاء. تأمل، فرح المسلمون بانتصار أهل الكتاب على أهل عبادة النار. لماذا؟ لما بيننا وبينهم من الاشتراك، اشتراك في ماذا؟
في أصل الديانة التي نزلت من عند الله، معهم كتاب منزل وإن كان قد حرف، ومعهم كتاب منزل محفوظ. فالذين بيننا وبينهم وشاهد الارتباط بالوحي الإلهي ليسوا كالذين عبدوا النار من دون الله، أو عبدوا العجل من دون الله، أو عبدوا غير الله عز وجل مع الله. أهل الشرك والوثنية أبعدوا عنا وأن آمنا بأهل الكتاب. وإذا كان الحديث عن أهل الكتاب من منهم أقرب إلينا، فالنصارى أقرب إلينا من يهود. وقد ذكر الله عز وجل المعنى في كتابه إن ذكر الأشد عداوة والأقرب والأدنى إلينا مودة، فبين أن أهل الشرك والوثنية مع هؤلاء الذين ينتسبون إلى اليهودية أشد الناس عداوة لنا. وأما النصارى فذكر أنهم أقرب مودة إلينا، ذلك بأنهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون إلى آخر الآيات. بهذا المعنى يجب أن يكون واضحا كيف تقبل إذا نزلت إلى الساحات السياسية مثلا أن تتحالف مع من هم على غير المنة وعلى غير طريق السنة، وضد من تتأكد وتعلم أنهم من أهل الملة ومن أهل السنة لتحصيل أمر دنيوي أو غرض سياسي، إن هذا يناقض المعتقد الصحيح. ما هو هذا المعتقد؟ معتقد الولاء والبراء. العجيب أننا نحسن الحديث الكلام عن عقيدة البراء حتى كأن الدين بأسمه براء وليس في الدين ولا. وهذا عجيب، عجيب غاية العجب. إنك كما أمرت بأن تتبرع من أعداء الله، أمرت بأن توالي أولياء الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يا مولى بالمعروف عن المنكر. وذكر الله عز وجل أهل ولايته في كتابه مرارا ونوه بذكرهم تكرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه بسند حسن أنه قال: أتقع الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وفي رواية الموالاة في الله والمعاداة في الله. الموالاة من أوثق عرى الإيمان. أين هي؟ نكاد لا نعرف إلا البراءة، ونكاد لا نفقه إلا المعاداة في الله. طيب أين الولاء في الله ولله؟ أين الذلة على المؤمنين؟ أين الانتماء مع هؤلاء الصالحين؟ أين تفعيل القدر المشترك بين أهل السنة والجماعة؟ نصلي إلى قبلة واحدة، نعتقد أركان الدين واحدة، نعتقد مذاهب فقهية واحدة، عقيدتنا بجملتها أصولا وفروعا واحدة، رؤانا وأفكارنا وتصوراتنا واحدة. وهذا الخلاف مسيرا قليلا باهتا ضعيفا، ومع هذا ننفخ فيه ونضخمه ونفخمه، احيانا كذبا وزورا، حتى نحافظ على عندياتنا، على اشخاصنا، على مكتسباتنا، خشيه اننا اذا اجتمعنا واختلفنا ذهبت قيادتنا، أو غابت ريادتنا، أو سقطت عزوتنا. وهذا عياذا بالله
مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله ومؤذن بعقوبة الله عز وجل الذي أمر وبين أن الوحدة والاجتماع هي سبب النصر والتمكين وأن الفرقة والاختلاف هو سبب ذهاب الريح ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا هذه أوائل الله تبارك وتعالى صار فقهنا فقه البراءة لإخواننا عياذا بالله وهذا إنما هو تفعيل لأبواب النفوس وما يعتبر في الصدور من الأنانية من التحاسب من التغاضي وهذه المعاني لا ننكرها ولا نستطيع أن ننكرها في كبير أو صغير في شيخ عالم أو طالب ناجح بل إن العلماء يتغايرون كما نقل وروي كما تتغاير الطيوس في الزريمة طيب إذا كان هذا أي التغاير شيئا موجودا في القلوب والفطر والجبلات كما تتغاير النساء مثلا فهل هنا من سبيل لدفع هذا ورفعه نعم هذه لوائح الشرعية هذه المجاهدات القلبية هذه الأوامر التي جعلت المحبة تسود والمودة تكون لابد أن تعمل فينا حتى نخلص من نفوذ أنفسنا حتى نخلص من حب الترقص ومن حب الجاه ومن حب المنزلة بين الخلق وأن نقدم مصلحة ديننا على مصلحة أنفسنا وأن نقدم مصلحة أمتنا على مصلحة طوائفنا هذا المعنى يجب أن يكون قويا ظاهرا بينا وأن يحاسب القائد قبل الجندي نفسه والشيخ قبل صغار الطلبة كل يحاسب نفسه على هذه المعاني الخفية على هذه المسالك والدروب الملتوية في النفس البشرية هذا كما يوجد في الفرد يوجد في الطائفة إذا المسألة مسألة نفسية شخصية أكثر منها منهجية بين طوائف أهل السنة والجماعة ولهذا لابد من أن نفرق بين خلاف لا يقام عليه معبر وخلاف لا يدوم أصلا بل خلاف لا بد منه وهذا يدعونا إلى أن العبارات التي تسار في مثل هذا الصدد فلان يخالف فلان فلان عنده أخطاء منهجية الجهة الفلانية عندها مخالفات الجهة العلانية عندها بعض التجاوزات الجهة الفلانية تميل إلى الفئة الفلانية أو العلانية هذا كلام فاسد صادق الاعتبار حتى يبين ما هذه المخالفة وما حجمها عجب بعضهم يقول إن فلانا أو شخصا أو طائفة تقول أو تفعل تميل إلى كذا أو كذا ثم هو يفعل فوق هذا مع هذه الفئة التي يراها مكروها أضعاف أضعاف ما ينتقل على غيره هنا لابد من مكاشفة لابد من مصالحة لابد من مصالحة مع النفس ومع الواقع ومع هذا الدين الذي به ندين وتتعين إشارة إلى أنه كما تدخل النفس في شيء من هذا البلاء أو تدخل إلى شيء من هذا الانتواء فإن هنا حاضرا غائبا لا يفارقنا ولا يتركنا إنه يجري منا مجرى الدم في العروق بوسوسته وكيده وتعظيمه للصغائر في النفوس وتكبيرها
ومحاولة تضخيمها عداوته لنا عظيمة لا يفتر عنها ولا يمل منها، لا يبقى أحدا من أن يحرش بينه وبين أخيه. قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب، لكنه لم ييأس في أن يحرش بين المؤمنين، في أن يعظم الصلاة بينهم، في أن يعمل على أن يهجر الأخ أخاه والتلميذ شيخا، وأن يهجر الداعية صاحبا لا لسبب شرعي وإنما لهوى نفسه أو لبث ووسوسة شيطانية إنه يراه هو وباطنه من حيث لا ترونه. هذا سبب من أسباب تسلله. السبب الآخر أنه عاد الجد، وإذا عاد الجد فسوف يعادي الفرد، وعدو جدك لا يودك. وسبب الثالث أن عداوته لها دينية، ليست عداوة دنيوية، فهو مشتغل بالتحريش، مشتغل بالدعوة إلى سيء الظن، مشتغل بالدعوة إلى تحقير المسلم لأخيه، مشتغل بالوسوسة بالسخرية والهمز واللمز. وما أكثر ما أكثر الهمز واللمز والسخرية بين فئات الصالحين وطوائف المؤمنين المتنافسين في سبيل الخيرات. وهذا من أعظم العبر، من أعظم العبر أن يحفظ المسلم لسانه عن أخيه، أن لا يحفظ المسلم قلبه عن الإحسان إلى أخيه، فتجد الظن السيئ فاشيا، وتجد الهمز واللمز والسخرية والغيبة والنميمة كل ذلك تراه فاشيا بين من يتورعون عما يدخل إلى أجوافهم من طعام أو شراب، ممن يتورعون عن أن تكتسب أيديهم مالا حراما، لن تجد أكثرهم متورعين عن الوقوع في أعراض إخوانهم قدحا وجرحا أو لمزا وعيبا، وهم في هذا تغيب عنهم. هذه الآثار الربانية والأخبار المصطفوية، الغيبة ذكرك آثارك بما يكره، كان فيه هذا أو لم يكن، فإن كان فيه فهي الغيبة، وإن لم يكن فهو البهتان عياذا بالله تبارك وتعالى. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا المعنى كيف يتحمله داعية إلى الله؟ كيف يتحمله عالم يدل الخلق على الله؟ إن الشيطان يرقص فرحا وطربا إذا وقع من الدعاة هذا، إذا وقع من الشيوخ هذا، إذا وقع من أهل الصيانة هذا، هذا لأنه أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم لم ييأس، ولهذا تارة يدعو إلى دعوة الجاهلين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. ولهذا لابد من تحصين ضد الوساوس الشيطانية وضد الهواجس والأهواء النفسية، فهذا سبب وذاك سبب، ولابد من تحصين ضد الأفكار الردية، الأفكار التي تقول لا، إن الاختلاف والخلاف أمر واقع لا بد منه، فلا علينا
للفرقة والاختلاف يساوي دعوتنا للوحدة والائتلاف، يساوي طاعة الله عز وجل فيما أمر به من قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذا الأمر إذا كان يتوجه إلى المتخاصمين على الدنيا، فإن توجهه إلى المتخاصمين في طريق الدين أولى وأحرى. قاعدة التي نقول نتعلم فيما اتفقنا فيه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قيل إنها قاعدة تؤصل للتميع، نسبت إلى الإمام حسن البنا، وصواب الأمر أنها منسوبة إلى الشيخ محمد رشيد رضا. هذه قاعدة المنار. هذه القاعدة فهم بعض الناس منها أنها تقتضي تلفيقا لا توفيقا، تقتضي تلفيقا لا توفيق، وهذا بحسب ما فهم منا. فإذا أعادنا على أهل السنة وأهل البدعة ربما صح أن تنتقد لبعض، ولكن إذا عادتناها على فئات أهل السنة والجماعة فإن العبارة صحيحة، لأن ما اختلف فيه أهل السنة والجماعة يعبر بعضهم بعضا فيه، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا، بل أنبياء الله تعالى اختلفوا. تأمل الخلاف بين موسى وهارون، تأمل الخلاف بين سليمان وداود. هذا قال: يوم منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبع أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. تقدير موقف اختلف فيه موسى مع هارون، واحتاج هارون إلى أن يعتذر يا ابن أم، وذكر الأمة لأنها الرابطة معها أقوى يا ابن أم، يذكرهم ما بينه وبينه من الرحم الواعية التي منها خرجت، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. اختلف واختلف نبي الله سليمان مع أبيه، داود هذا مع أخيه وذاك مع أبيه، في كيف نحكم في هذه المسألة؟ وقال الله ففهمناها سليمان. اختلف أبو بكر وعمر، اختلف عمر وعثمان، اختلف عثمان مع أبي بكر وعمر معا. الأمثلة كثيرة تترى في كتب الفقه والخلاف، والباب ليس باب عرض ولا تمثيل لأقوام نحسبه من أهل الفقه والوعي والإدراك بهذه المسائل. إذن ماذا كان حين اختلف الصحابة في بعض مسائل الفقه أو في بعض فروع العقيدة؟ نعم، وقع اختلاف في بعض فروع العقيدة بين الصحابة. هل رأى منهما ربه صلى الله عليه وسلم؟ هل رأى منهما صلى الله عليه وسلم ربه تعالى ليلة أسري منه؟ ما الذي يلزم يوم القيامة؟ الأعمال أم أصحابها أم الصحف؟ خلاف بين الصحابة. هل يجوز أن يقول أنا مؤمن من غير أن يستثني؟ وما حكم الاستثناء؟ وهل هذا يقتضي تزكية مطلقة أو يقتضي إثباتا وتوكيدا لأصل الإيمان؟ خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يترتب على هذا شيء، وجرت القاعدة فيهم. نتعامل بما اتفقنا فيه ويحكم بعضنا بعضا. نعم، عذر ابن مسعود عثمان يوم أن أتم الصلاة في الحج وأتم خلفه مع أنه يعتقد السنة خلاف ذلك، فلما قيل له قال: الخلاف شر، حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولو تبنى رأيا مرجوحا عند الآخر. القضايا العملية لا يصبر أن تتشتت فيها مواقفنا وأن تتبعثر فيها راياتنا، القضايا العملية يجب أن تجتمع فيها كلمتنا وأن يتلحد فيها صفونا، ولا يصبر أن نأتي شرائنا متفرقين في كل قضية عملية أو مسألة
وفي الآخرة صفوف كما تصف الملائكة. هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم صفوف المؤمنين في الصلاة بصفوف الملائكة بين يدي ربها. إننا حين نذكر فقه الوفاق الائتلاف إنما نذكر فريضة شرعية، فريضة إيمانية تحقق قاعدة العقيدة، وهي قاعدة الولاء. إنما وليكم الله ورسوله ومن الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه قاعدة يجب أن نحققها لأنها تحقق عقيدتنا. وكل ما أوجب فتنة أو فرقة فليس من الدين، سواء أكان قولا أم فعلا. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة. كل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء أكان قولا أو فعلا. وهكذا قال الشاطبي وغيره، كل مسألة أوجبت تبديع المسلمين وتفريق جماعتهم فليست من مسائل الدين. اعتبر هذا بقضايا كثيرة يطرحها المشتغلون بالدعوة إلى الله والمشتغلون بالعلم الشرعي الشريف، يتناقشون في قضية جزئية فرعية ثم تسد عليهم الأفق فلا يرى غيرها، ثم ينبلج هذا الشقاق وهذا الخلاف عن تبديع الفئتين معا أو عن تبديع الطائفتين معا، فهذه تنسب إلى الإلحاد والأخرى تنسب إلى التكفير. أين أهل السنة والجماعة؟ مسألة علمية تشق أهل السنة إلى فرقتين بدعيتين. أين أهل السنة إذا ترتب على خلاف في مسألة إجرائية من مسائل إجراء الأحكام على المكلفين، أن يتحول أهل السنة إما إلى مرجئة مخالفين أو إلى مكفرة مبدعين. من يبقى لنا إذن؟ وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ولو أنه كلما اختلف مسلمان تهاجرا افترقا وتهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة، لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. إن هذا التضخيم والتهويل لمسائل الخلاف كما أفضى إلى تفريق جماعتنا ومعثرة صفنا أفضى أيضا إلى مسألة أخرى وهي غياب المرجعية العلمية العامة التي نرجع إليها ونفيه إليها. ولي أن أسألكم: من هو الشخصية أو من هي الشخصية العلمية التي إذا قالت في بلادنا لم تختلف على قولها؟ إنك لم تستطيع أن تسمي شخصا واحدا إذا قال استمع المصريون له. لا أقول المصريون بل أقول المتسنيون بل أقول خصوص المتدينين. إذا قال واحد ما قول لازم الجميع، إنك لن تستطيع أن تأتي بشخص واحد ولا بشخصين معا إذا اجتمعا أذعن الكل لقولهما وأخذ الكل عنهما. إن هذا ثمرة نكدة لهذه الدعاوى التي فرقت الأمة ووهنت من شأن القادة ونالت من ريادة هؤلاء السادة. السبب في ذلك هو هذا الذي غاب عن رحالنا من فقه الوفاق، من فقه العذر والإعذار والاعتذار. هذا الذي جعلنا على هذا النحو نبدو كالشاة التي غاب راعيها في ليلة مطيرة. إننا نقرأ في كتاب ربنا: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب
إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أقرأ هذه الآية وأتأمل، بعض الناس سيقول: وأين الاجتهاد السائر؟ لماذا تحجر واسعا؟ وقع الخلاف وسوف يقع بسبب الاجتهاد، النصوص حمالة أوجه، ومنا من علم ومنا من جهل، ومنا من صح عنده حديث ومنا من لم يصح عنده، ومنا من اختلفت دروبه في الاجتهاد. فلماذا تحجر واسعا؟ أقول: الاجتهاد السائق لا يكون أبدا ولا بحال من الأحوال سببا لفتنة أبدا، لأنه أمر من أمور الدين، لأنه واجب من واجبات المتأهلين لهذا الاجتهاد، وهو بذاته لا يكون بالغا مبلغ الفتنة ولا الفرقة إلا إذا كان معه البهم، إلا إذا كان معه البهم والعدوان. تأمل قول الله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، ثم قال إيه؟ بغيا بينهم. ليست القضية أن العلم هو سبب الفراق، وليست القضية أن العلم هو سبب الاختلاف، قد يظهر الأمر هكذا للجهل، قد يظهر الأمر هكذا للعامة، لكن أن يبقى الأمر هكذا في حس الخاصة أن العلم هو سبب الفراق والاختلاف، فهذا عياذا بالله مخالف لكتاب الله وسنة نبيه. إنما السبب في الفرقة والتهارج هو ماذا؟ هو ما يقع مترافقا مع الاجتهاد، إذا كان صادرا من أهله أولا وفي محله ثانيا، إذا كان مع ذلك كله، هنا بغي، هنا حسد، هنا تهارج، هنا نوع من أنواع فساد النيات وفساد التصورات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. هل مجيء البينات سبب في ان يصلى اهلها النار؟ لا، انما السبب الغضب، انما السبب العدوان، انما السبب اطلاق الالسنه بالبهتان. وهذا ما لا يكاد يتنزه عنه الانسان، وهذه مشكلة كبرى. أول طريق حلها أنا الرقعة، أول طريق التعامل معها أن نفهمها. فلهذا يقال إن هذه التيارات العلمية والمنسوبة إلى السلفية وكذا أكثر ما يكثر فيها الخلاف، وأكثر ما يكثر فيها عدم الوفاق، أسهم التبديع المنتفعة، ورماح اطلاق الاحكام الجزافه المشهره، وتطير فيها النقاط تفسيقا وتبديعا وتكثيرا. لماذا؟ لانهم اولو العلم، لان بايديهم العلم، لانهم مشتغلون بالعلم، وهذا خطا. فالعلم نور وهدايه، العلم نور وهدايه، واما البغي فعاقبته وبيله وعائدته وخيمه عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي ان نفهم ان ما يترافق مع هذه القضايا من سلبيات او اشكاليات لا يكون بحال مردها الى النعمه التي انعم الله تعالى بها وهي العلم، وانما مردها الى عدم شكر هذه النعمه بوضعها في مواضعها وتوظيفها في مجالاتها والتعامل معها بمصداقية وبشفافية. قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذا جاءك الهدى فلم يبق إلا أن تصلح نيتك، إلا أن تطهر طويتك لتنتفع بهذا العلم ولترفع بهذا الهدى رأسا. إحياء الموالاة بين المؤمنين مسألة مهمة، إحياء التجرد والإخلاص بين الدعاة والعلماء العاملين مسألة مهمة،
لله وحده وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده. وبعد، فقد طولنا حول هذا الموضوع وتناولنا جوانب مهمه فيه. وانا هنا قبل الصلاه اسوق خلاصه مركزه لما اريد ان اقول. ينبغي ان يكون الاخاء قرون تسري بيننا معاشر اهل السنه والجماعه. يجب ان يكون الاجتماع والائتلاف والوفاق ثقافه تنتشر في مجتمعاتنا. لابد ان نعتمد الموده والاخاء لغه للتفاهم بيننا. هذا هو سبيل الصلاح والاصلاح الذي ننشده في مجتمعنا الصغير الذي نعيش في المساجد في حلقات العلم والدرس وعند النقاش في قضية من القضايا العامة أو الخاصة. لابد من إحياء فقه الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين من أي نسبة كان وتحت أي راية وجدوا. إنما المؤمنون إخوان وسماكم المسلمون من قبل. الولاء على هذه الأسماء الشرعية وليس على رايات او شعارات حزبيه او توجهات عصبيه. هذا الذي يحقق الوفاق. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. نعم فساد كبير. هكذا يقول الله عز وجل ان يتحد اعداؤنا وان نفرق. هذا فساد كبير. أن يتقوى أعداؤنا وأن يضعف بعضنا بعضا. أن يتكتل أعداؤنا تحت تحالفات سياسية وعسكرية ونحن نتفرع على مسائل نظرية وعملية وعلمية. هذا والعياذ بالله ضعف بصر للدين و إضعاف لشأن الدنيا. لن يكون الدين أبدا وبحال من الأحوال سببا لتفرقنا، سببا لضعفنا، وهو الذي ينادي علينا أن نجتمعوا والتئموا. ونبينا يقول لنا عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ويقول ومن شد شد في النار، يعني عن الجماعة، عن الوحدة، عن الألفة. هذه المعاني أين تغيب عنا؟ أين تغيب منا؟ أمامي وأمامك عمل تغييري كبير في نفسي ونفسي، في فئتي وفي فئتك، في طائفتي وفي طائفتك. لا تتعصب لغير الله ورسوله والمؤمنين. لا تعلي راية غير راية الإيمان والإسلام والإحسان. لا يجب ولاؤك إلا على الأسماء الشرعية وليس على الولاءات الحزبية الضيقة. هذا يضعفنا ولا يقوينا. إذا لماذا حديثنا عن هذا الموضوع؟ لأن الحاكم يحتاج إليه، يحتاج إليه ليحفظ حقوق رعيته. إذا خالفه فإنه يجب أن يقف عند حدود ما له وما عليه وما للآخرين وما عليهم. نحتاج فقه الخلاف والاختلاف وفقه الائتلاف وفقه الوفاق ليحفظ الحاكم حقوق رعيته وليحفظ الرعية حقوقه وحقوق حاكمه. ليحفظ العالم حقوق طلابه. لا ينبغي للطالب أن تذهب شخصيته في شخصية شيخ. لا ينبغي للطالب أن تتميع شخصيته بحسب ما يتراءى لشيخه. لابد أن نحفظ لكل منا حقا في أن نقول، في أن نعبر، في أن نتعلم، في أن نبحث، في أن نجد، في أن نجتهد. لا يصلح بحال أن تبقى الأمة عقيمة، لا تنتج رجالا، لا تبرز أكفاء. إن حرصنا
على فقه الوفاق والائتلاف ومحاصرة الخلاف والاختلاف أمر لا بد منه حتى بين الآب وأبنائه. نعم العلاقات بين الشيخ والطالب تقوم على الاحترام والتوقير وليست على التأنيث والتقديس، والعلاقة بين الآب وأبنائه تقوم على شيء من هذا أيضا من الاحترام والتبجيل والتقدير وليست على بوابات شخصية الابن في أبيه ولا ضعية في حاكمها، ولا يصلح للحاكم أن يغتال إرادة شعبه ولا أن يغتال مهارات وإمكانيات وإبداعات شعبه ليبقى هو، لا يصلح هذا بحال. نحن نتحدث عن فقه ينهض الأمة ويقويها لا فقه يخزيها ويدسيها. نحن نبحث من خلال هذا على ألا تسود فينا معاني باطلة من الناحية الشرعية مؤسفة من الناحية الواقعية، إن لم تكن معي فأنت ضدي، هذا مذهب باطل ومنهج معلوم لا يكون به إلا من تخلف عن إدراك هذا الدين وإدراك كيف تقوم هذه المجتمعات وكيف تنتصر هذه الدعوات. لا يصلح بحال إذا اختلفت مع شخصك الكريم أن نخلط بين الموضوع والشخص، أنا أخالفك الفكرة أخالفك القضية لكني لا ألام من شخصك، إذا كنت شيخي أو عالمي أو أستاذي أو قائدي فلا يصلح بحال كلما اختلفت معك وأنت شيخي أو أستاذي أن يتحول هذا إلى خلاف شخصي، وإنما هي قضية حجة تقارب بحجة مثلها. لا يصلح بحال في القضايا الاجتهادية أن نتناولها كما نتناول القضايا القطعية، لا يصلح بحال أن تكون بين أيدينا قضايا عميقة ونحن نتناولها بسطحية ظاهرية، لا يصلح أن نقول الرأي الاجتهادي ثم نزكيه تزكية من يتنزل عليه وحي السماء. هذه المعاني ينبغي أن نتنبه لها. تأمل خطاب القرآن مع المخالفين، من حرص القرآن على المخالفين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تفعلون تعملون ولا نسأل عما تعملون. هذا المعنى يدلك على أنه ينزل المحق منزلة المبطل عند المخالف ولا يهاجم المخالف. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وتأمل أيضا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. أخيرا ليس كل خلاف يجب أن يكون شرطا، من الخلاف ما هو خير. ما يشكون أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لن يختلفوا، لأنه إذا لم يختلفوا كان المخالف إلى غير سعة، كان المخالف إلى هلكة، لأنه خالف أمرا قطعيا اجتمع عليه أصحاب رسول الله فكان إجماعهم حجة قاطعة. أما وقد اختلفوا فإن اختلافهم من هذه الجهة رحمة واسعة، بحيث إذا أخذ فلانا بقول فلان من الصحابة وأخذ الآخر بقول الآخر لم يكن في هذا حرج، ولما صنف أحدهم الكتاب الذي ذكر فيه الاختلاف وسماه اختلاف العلماء وشاور فيه إمامه الإمام أحمد قال سميه كتاب السعة، سميه كتاب السعة، يريد أن يفتح باب السعة. فنظرتنا إلى الخلاف لا ينبغي أن تكون سلبية، من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. تأمل الاختلاف آية من آيات الله عز وجل، فلا ينبغي أن ننظر إليها على أنها من الشر المحض، وقد حدثنا أن الاختلاف ليس بالضرورة اختلاف تضاد غير سائغ، قد يكون تضادا سائغا
لأنه قال به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتحتمله الأدلة، بل قد يكون من جنس اختلاف التنوع كاختلاف القراءات القرآنية مثلا، أو اختلاف الهيئات التي تكون في الصلاة أو العبادات بأسرها، فقد تعددت وتنوعت هيئاتها لحكم كثيرة، لحكم تشريعية كثيرة. فقط علينا أن ندير فقه الوفاق اعتصاما بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، اعتمادا للحوار بأدبياته وطرائقه وأساليبه التي تحرك الوصول إلى الحق، تقوية لجانب الشورى الحقيقية التي قال الله عز وجل فيها وشاورهم في الأرض، وأثنى على المؤمنين لأن أمرهم شورى بينهم، اعتصام بالكتاب والسنة، تفعيل لدائرة المتفق عليه بيننا وهي دائرة واسعة تشمل بين أهل السنة والجماعة 99% من المسائل، ويبقى 1% للمسائل الاجتهادية الشورية المبنية على الله، وإن اختلف الرأي عندها فإنه إلى غير حرج، إلى غير حرج. اختلفت آراء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم عاد الخروج يوم الأرض، وترتب على ذلك ما ترتب، ومع هذا نقول إلى غير حرج. النبي عليه الصلاة والسلام استكره الخروج إلى ظاهر المدينة يوم الأرض، حتى ألجأه الشباب إلى أن لبس نأمته وأخذ للحرب عدته، فلما رأوا على هذه الحال قالوا استكرهناك يا رسول الله، قالوا عبارة الأحوال، فلو رأيت أن نبقى في المدينة فعنا، قال ما جاء بنبي إذا لبس نأمته أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومع هذا خرج وقتل من أصحابه 70، ترتب على الخلاف الجهاد الشوري استشهاد 70 من سيرة الصحابة منهم عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا لم يثابر رسول الله على الشباب يوم أرادها. تأمل، ليس معنى أن الخلاف اجتهادي في المسائل الشورية ونحو هذا أنه ليس أمرا عظيما، بل قد يكون أمرا عظيما، لكن نتيجته مهما كانت يمكن احتمالها لأنها واقعت بناء على الشورى التي فيها من الخير والبركة. وفي هذه الواقعة قال الله تعالى لهم قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم حيث خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الشورى والحوار والاعتصام بالكتاب والسنة وتفعيل دائرة المتفق عليه بيننا وتشجيع الاجتهاد، لا يفهم من هذا أننا نريد أن نصادر على آراء الناس، ولا نمنع أحدا من أن يفكر، ولا نمنع أحدا من أن يعمل عقله وفكره متى كان ذلك متأديا له وكان قادرا عليه. لماذا نغلق على الناس بابا واسعا من البحث والتفكير والمشاورة؟ بل ليس فقط أن نشجع الاجتهاد، بل علينا أن نشجع النقد البناء أيضا، فإن النقد البناء يصنع الأمم ويقويها إذا كانت الغاية من ورائه أن تصحح المسيرة وأن توجه الأمة نحو ما فيه فلاحها ونجاحها وصلاحها. إذا نحن فعلنا ذلك كنا ربما نخطو خطوات واعدة على طريق تحقيق الوفاق والاتفاق بين طوائف وجماعات الدعوة المنتسبة إلى أهل السنة والجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، أن يزيدنا وإياكم علما وعملا. إن كان من يعني عادة هذه الدروس الإجابة عن أسئلة الله أجبنا، وإلا أرجعنا لما بعد الصلاة، وإلا أرجعنا إلى لقاء آخر. فالأمر إليكم وإلى يعني النظام المعتاد. لا
لا ما كانش ينفع ايه؟ قولوا لي النظام المعتاد ايه؟ يعني ما فيش اسئله قبل كده. لا نحب ان ننشئ سنه لا نسال فيها بمن سبقنا. فنحن نتبع ولا نبتدع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.